بعد مساء كل اللي بيتابعونا على شاشة روتانا خليجية، وفقراتنا زي ما عودناكم متنوعة وتنال على رضاكم بإذن الله. بس مشاهدينا، في سؤال: ليش في أشخاص كثير يكون ما عندهم إجازات ويبغوا في الإجازات هذه يسافروا بس ما يقدروا؟ هذا الشيء يعني من الأشياء اللي ممكن تكتم على الواحد إنه رغبته في السفر بس ما يقدر يسافر. لكن في أحداث وأشياء جديدة تقول إن إحنا ممكن ما نسافر لكن نحس بإحساس السفر. كيف تتوقع هذا الشيء يا أسرار ممكن يصير؟ خليني أرحب فيك في البداية إيمان، وأرحب في كل اللي قاعدين يتابعونا الحين في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. طبعا أتوقع إيمان أنه في ناس عندهم التزامات في العمل ما يقدرون يأخذوا إجازات، أو عندهم الجانب المادي ما يساعدهم أنهم يسافرون، ولكن ودهم يسافرون وفي نفسهم، فإيش يسوون؟ يقول لك أنك لو رحت المطار إيمان تتوقع أنه هذا كافي؟ يعني أنه يهيئ نفسه أنه مسافر؟ أتوقع هذا ممكن ترى ممكن يعني من الأشياء اللي تكون كافية، ما لا تعرفي. وممكن تكون تأثر بشكل سلبي على نفسيته. فعشان كذا فريق إعداد سيدتي جهز لنا تقرير حول هذا الموضوع، خلونا نتابع ونرجع لكم ثاني. فوائد السفر للإنسان لا تعد ولا تحصى، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الضيقة أصبح السفر غاية لا تدرك. توديع واستقبال المسافر هي الدواعي التي تستوجب وجودنا في المطار، ولكن ماذا إذا تواجدنا هناك دون سبب معين لمجرد التغيير فقط؟ أثبتت دراسة حديثة أن الذهاب إلى المطار دون غاية السفر والاستمتاع بأجواء المسافرين واحتساء القهوة له تأثير إيجابي على نفسية الإنسان، حيث أنه يزيد من إفراز هرمون السعادة ويرخي الأعصاب ويحفز الإنسان على تحديد أهدافه المتعلقة بالسفر والعمل جاهدا على ذلك. الله يستر من بعد هذا التقرير قديش ممكن يكون المطار مزحوم، أو ممكن إحنا أول الناس اللي نبدأ نسحب المطار. مشاهدينا، من هنا نطلع لأول فاصل لفقراتنا لهذا اليوم، وخلونا نرجع لكم من بعد ونكمل بقية فقراتنا.